السلام عليكم، كاتب الشيخ فرنش تمام. رجع لكم حبل اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل صندوق الصبح على الكام تبعنا سناب بعد. صلوا على النبي. سبحان الله بحمد الصناديم. ليتس جو نبدا المقطع. يا كل عدد ندخل سيرف الفواز. يبا التكييف اخترب بغرفتي فوق، بموت من الحر. منو هذا؟ ولدي الزفت. كنت قاعد العب سوني، فجاه المكيف طلع صوت مو راضي يشتغل. يبا تكفى شو اسوي؟ لازم ادق على الشركه يبا يصلحون المكيف، بس ناسي رقمهم ما ادري وين احصله. زين رد علي مسكين. نعم ايش تبي؟ صار لي ساعه اتكلم يبا ما سمعتني؟ لا ما سمعتك، لا بالسماعات ما تشوف. لا بالسماعات منو تحاكي؟ انت ايش عليك تحاسبني بعد؟ اكلم اللي اكلم انا. وصخ. اكلم بنت احبها وتحبني، يلا شو بتسوي؟ شو تحب فيك يبا؟ كأنك مترجم ايراني. والله تكلم بنت بعدين اذا امي صادتك تيجي تقول لي لا تتزوج يا وليدي. ومن قام يقرا جريده الحين؟ حتى الخبز ما يلفونه بجريده. تكلم بنت وعندك 11 ياهل؟ تشكيله مو عائله. يا ذا البرنامج ما ربطه، بس ما ادري ايش اسمه. كفاك ربك كم يكفيك واكفة الكفكافها ككميم كان من كلك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكي مشككة كانت لك الكلك كفاك ما بكفاك الكاف كربته يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. قولوها يا قوم. يلا أنا بقولها. كفاك ربك كم يكفيك واكفة الكفكافها ككميم كان من كلك تكر كرا ككر الكر في كبدي تبكي مشككة كانت لك الكلك كفاك ما بكفاف الكاف كربته يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. يعني شيء فوق قدرتنا. فقدرتنا احنا يعني حاجه ما كفاك ربك كم يكفيك وكافك كفا كافها ككافي ككامين كان منك لك تكاكل ككلك تكدم 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 كم يكفيك وكفاك في الكمكين كفاك الوكافر بس كبا أساس كبا قايان سلامات سلامات ايناه وبقوا بقايان بقايان ايناقو حمودي ماما بي مسبيلا بابا بي جعل المأدن ايناقو كفاك ربك كم يكفيك وكفك تكركر كاكين ككاكا كي يا كي 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 الله يبلشكم. كفاك كافي يا مانتي كافي 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 كفاك ربك كم يكفيك وكافك فكاك كم يكين كما بوديك تي بونت بوديك اندر تم بوديك اندرلي وجع احلى خلطة ممكن تدمنوا عليها. خل طبيعي بيض مع خل زعتر. بدي اشوف النتيجة النهائية يعني صراحة. اخر شيء شيله تكب عربية. وين السبريسو؟ سبريسو وين؟ يا عيال جمد دمه. اقول لك والله لا فله في الاجازة هو في الاجازة. الله ما عاد في امل تكون الله العظيم. ايش تاخذني يا اخي؟ ايش تاخذني؟ شو الخشة؟ انا في الاجازة انقرع شغل. لما الكرب. من يدك المنبه. حرفيا يا تشوف نفسك. اخي مدري غريبا. دايما 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 احط منبه ما اصحى له اخوي يصحى عشان يصحيني. كيف سويت هذا الطعام؟ رجعت ذاكرتي. انا لو امي تضرب ابوي هذا الكف اخر يوم لها. بس ورب الكعبة اللي يستاهل ورب الكعبة اللي يستاهل بس من نومة من غضب مو النايم شو كيف تم القبض والله. هذا ميت مو نايم. الساعة 3 الفجر ناس نامين ولا مختبر انت يا رب الكعبة فورت الحين صار زبالة
بس مدته فطنه. اما اللي يسالني يقول انا درباوي، لا والله انا ماني درباوي، انا معزز درباوية بس اخليه عزيز درباوية بس طالع من القبر ما شاء الله. شكل الكلب ما عجبه الحديد. كلب حليب هذه بعمري ما سمعتها. يا الله يقرفكم، الله يعز النعمة، بس بسم بالله العظيم ناس غريبة ورب الكعبة. تغرقو كوكرو كوكرو مبوترو يفكر نفسه بجراندي الشبح اللي توك بالتحضيري في الأجرام. اسلم تفتيش يا رب ما يفتش الشنطة، يا رب ما يدري وش اللي في الشنطة، يا رب ما يدري وش اللي في الشنطة. السلام عليكم. عليكم الحمد لله. وين رخصة؟ في الشنطة. أقول الحمد لله ورخصتك في الشنطة. السلام عليكم، دحين بندر بسوي له تحدي تيك توك. طبعا ما قد شافه، قول والله ما شفته من قبل. والله ما شفته من دريش. يا المهم أبغى دحين أخذ الباب هذا جوا هنا. طيب دقيقة قبل ما يدخل الذا خلنا نشوف. أيه. أوكي ما في أي مداخل سرية من وراء ما أدري إيش ذي الحركة. يلا ها. طيب. What the... شوف لها حط عينك هنا تشوفها على طول تحت دحين انت ما تراها. يا هذا المغلب كل ما اشوفه يضحكني سهيل كأنه عم عينه. ضحكت على القطة وتذكرت انها عم. شيخ بالله عليك هو الدخول مع البنات وكده حرام. انا دخل معاك هو مفيش حاجة. ايه عند لك يا بس صراحة واو متقنين الدور كأنه it's real Halloween. من فين بتنبع التذاكر حق المهرجان ده؟ تذاكرة رخصة استمارة لو سمحتي. رخصة استمارة رخصة استمارة قد سمعتها دي بتيجي في الدركسون ولا في البريك؟ لا هذه تيجي في الشنطة ورا. بطايقك فين؟ أوكي أوكي هذه هي. محمد أحمد وحضرتك محمد ولا أحمد؟ لا أنا رنا محمد بابا أحمد سيدو. طيب بطاقة رنا فين؟ انا استاذنت من بابا انه انا باخذ السياره منه في الليل وهو حياخذها صباح وحنتقاط حق البنزين عادي. مشاكلكم الشخصيه تحلوها بينكم، كيف تسوق سياره بدون رخصه؟ فين رخصتك؟ طب يا عمو مشينا مره هذه عشان معي داش كام. هذه داش كام؟ هذه داش كام. هاي تاخذي فوتو سيشن للحادث ولا ايش؟ هذه مو داش كام. بعدين فين رخص؟ لازم رخص. وعد انه المره الجايه برخصه، المره هذه مشينا بالداش كام. ما اقدر امشيك لا وعد ولا احلام ولا انغام. رخصك فين؟ الكل بيسوق بداش كام. جيت علي مشينا بداش كام. لو غلطت حيبان في الداش كام، حتبان المقاطع ارسل لك اياها واتساب عادي يعني. واحنا حنستناك لين تغلطي. لازم رخصه استماره ما معليش. ليش تترمبا بالمستقبل يعني؟ يعني ممكن انت حتكون في المستقبل سيء بس انت الحين كويس، فانت مشيني عشان انت كويس الحين. انت تبي تسوقي على نياتك. لازم رخصه، لازم ما اقدر امشيك بدون. طب انا لابس حزام وممكن اشغل تامر عاشور. وقلتي دعاء السفر كمان. احتمال حقوله. ولما فكيت الباب قلتي بسم الله. لازم رخصه استماره ما اقدر امشيك. طب انا حدق على بابا عشان تصدق انه انا استندت منه. يدق على بابا. ايوه الو بابا. انا وقفوني ذاك المكان اللي بيطلبوا فيه رخص واستماره وانا بديت. هو دحين المفروض انه انا اوقف على اليمين زي الافلام صح؟ شاطره اوقف. طيب على اليمين. ما حتمشي الداش كام؟ لا أكيد كلام نهائي. على اليمين على اليمين. يا ذا عبودي رهيب. صح المقطع مرة طويل بس عبودي رهيب ذا. يا هذا لازم الدكتور على طول. يا هلا يا متابعين تبي هلا عشان تبقين في قيمين من المشاهد إن شاء الله في اليوتيوب راح تبقى مما تتخيل. الحمد لله ما عندي حساب، ما عندي أي حساب زي كذا ولله الحمد يعني كل شيء كويس 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 مرة. غير اتهقن وزير الأشكال بيعطيه مبيوتة. يا عيال العاد العدولي والله بطل. إذا جلس مع أحد قتيل تستخدم معه. وأنا قاعد عصرية وأجيني قهوة العصر بصلي العصر رجال تقي والأمور طيبة. ويجي طال عمرك سم ويجيني ذاك السلوقي اللي يلهث يبي يشرب ماء واقوم اعطيه ماء
يو جاي انتعاش مو طبيعي، احس اني بار في واحد قريب. يا اخي شعور مو طبيعي. سلوقي شرب الماء ولا ما شرب؟ شرب ووقف. يا سبحان الله، كانه بيشكرني. يا سبحان الله. وملامحه ما هي بغريبه علي. وجه معرفه. وقلت له كمل وكمل. ما بيبين انه هو السلوكي. انا بمراحل السكبه وعقال. ابا ما من قطوتي نياو. يا رب حسن خاتمه. رجل بكره عيال شو يقولون عنك؟ هاي مالك دخل، انا اتكلم كذا. ايش عندك؟ عارف ليش سموها اسكتلندا؟ اقول ايه، كان في واحده ست محترمه كده، واخد بالك، بنت حلال يعني، عندها عيل، بس الولا كان بيغلبها خالص. يجي الراجل بقى من الشغل يلاقي الواد بيعمل دوشه، يقول الولا بص يا ولد انا داخل انا لو عملت اي دوشه انا هكسر وشك. فالولا الراجل يخش ينام، فيجي الولا يجي يلعب، تقوم تقول له ايه، ولا ولا اسكتلندا ابوه. يقول لها حاضر يا ام، فيسكت. فهي كان المفروض اسمها ايه، جمهوريه اسكتلندا ابوه. بعد كده قالوا لا ابوك ده هيتغلط، ما تنفعش اسكتلندا، فخلوها اسكتلندا. فهم؟ انا ودي اعرف ليش سموه سوري سوري صراحه. خوينا اللي فيه ثنا قطب يا وري عاد تجزم انا عزف بلا مقلع قبل مقلع عزف بلا يا ولد. هلا شفت افكار اجابه والله مجنون يا ولد. ارحب ارحب عمر ارحب يا حي يا حي. هذا هو القطب نفسه. بس خلصنا خلصنا صنمي ذات، خلصنا على كل السيطرات. وإلى هنا كتبت الحلقة، لا تسألك واشتراك حسابة المجزات على صندوق غصة بني عليك كامتة بني أسناب بعد صلى الله عليه وسلم، بحمد سبحان الله العظيم وصلى النبي، ومع السلامة.